مساءكم سعيد، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم سمار رياضي. رياضي آخر ينتمي إلى مجال كرة القدم. المعروف بأن مجال كرة القدم فيها مجموعة المتدخلين، إنما ضيف حلقة اليوم وإن كان أصلا كان لاعبا ولكن ينتمي إلى مهنة تسمى مهنة المتاعب على مستوى كرة القدم، بحيث دائما لما تكون النتائج الإيجابية تكون ضمن العناصر اللي حققت النتائج الإيجابية، ولكن لما تتوالى النتائج السلبية فتكون دائما هو الضحية في كل هذه الأمور. بدون شك أنكم تعرفتوا بأنه الأمر يتعلق بمدرب لكرة القدم، ولكن المدرب ديال حلقة اليوم عنده واحد الميزة على أنه من أكثر المدربين المغاربة حصولا على الألقاب مع فرق مختلفة، برز كمدرب وإن كان أصلا كان لاعبا لكرة القدم، ولكن الصفة الملتصقة به حاليا هي أنه مدرب لكرة القدم، بحيث أنه الكثير ما كانوش يعرفوا بأنه كان لاعبا لكرة القدم. الضيف ديالنا اللي غنرحبوا به في هذا الأثناء هو السي محمد فخر. سي محمد فخير، مرحبا بك. مرحبا سي سعيد، ومرحبا بالضيوف ديال الكرام والحضور. نشكر الحضور ديال الجماهير اللي معنا واسماء كبيره تبارك الله معنا هنا. ودابا انت هو المدرب ديال هذه الحلقه الا بغيتي انت. لا ما كاين انت مول، كاين انت هو المدرب. طبعا احنا في هذه الحلقه هذه غنبغيو نتعرفوا على يعني على شكون هو محمد فخير. صحيح انه الناس يعرفوك لانك الذي تمارس يعرفوك كمدرب، ولكن يبغى نعرفوا بانه هذه المرحله اللي وصلتي لها وهذه الشهره اللي عندك في مجال الرياضي في مجال كره القدم، شنو هي الخطوات اللي قطعتي؟ صحيح انه مجموعه من الناس تعرفوك، يعني اللي عاشوا معك تعرفوك، ولكن الجيل الصاعد المدربين الشباب اللي باقي فقط عنده فكره انه بغى يولي مدرب، شنو هي النصيحه اللي غادي يمكن تعطي له؟ وشنو هي الامور اللي يخرج بها من هذه الحلقه؟ خليني نقدم انه في هذه الحلقه اللي غادي يقدم معنا السي محمد فخير غادي يكون معنا السي عبد الحميد الصويري اللي هو مسير ديال فريق الرجاء البيضاوي، من الاسماء اللي تساهم في التسيير الرياضي بالمغرب. وغيكون ايضا معنا السي عبد الله ابو القاسم من المسيرين الرياضيين في فريق حسين اكادير، وطبعا على المستوى الوطني. وغيكون معنا الصحفي سي منعم بن المقدم اللي غادي يحاول توا من جهته يقدم معنا سي محمد فخير. محمد فخير، واش هو مدرب ولا لاعب؟ ام انه كلشي يعرفك ان مدرب ديال كره القدم؟ وهذا الاسئله خصو يتحطوا اكثر على الجمهور، ما كنتش نجاوبون على راسي. ما نضيعوش الوقت، نستمعوا الاراء ديال الجمهور اش يقولوا في محمد فخير. محمد فخير اطار كفء، كما كنقولوا احد الاعمده اللي كترجع عليها كيرجع عليها فريق الرجاء البيضاوي، فيما كانت شي ازمه ولا شي حاجه ترجع عليها فريق الرجاء البيضاوي. يعني كما كنقولوا يخلي يسمح في كل شيء على قبل الرجاء البيضاوي، يعني ولد المدرسه ولد الفرقه. فخير كيبقى عنده واحد الكاريزما، سيد سيريو، ما كيبغيش كما كنقولوا اللي في دماغه على لسانه. ويلي شكون ما تيعرفش محمد فخير؟ محمد فخير تيقول لك عميد ديال المدربين المغاربه ولا ما نعرف، اكثر مدرب دا القاب بطولات، فهمتيني؟ الكيسان ديال العرش، يعني ما كاينش شي واحد دا بحالو في القاب محليه ولا الخارجيه افريقيه وداكشي. واه محمد فخير كنعرفو كاطار وطني، ما حقتوش كلاعب، اطار وطني من خيره الاطر الوطنيه. فاز مع حسين اكادير، فاز مع الرجاء، ومن احسن الاطر الوطنيه، وحتى هو انسان طيب وخلوق على ما كيبان لنا عن بعد. محمد فخير والناخب الوطني محمد فخير هو علامه من العلامات الكرويه اللي داز في المغرب، وكان المدرب السابق للمنتخب الوطني وفريق الرجاء البيضاوي، مجموعه من الفرق الوطنيه،
والرياضي على المستوى العربي ايضا. هو مدرب متمرس وعنده مهنيه وحرفيه لا في التدريب لا في العطاء، وعنده مسيره تبارك الله مشرفه. طيب سي محمد، لاحظتي بانه واحد فيهم اللي قال بانه انا ما لحقتوش كلاعب، ولكن اغلبيه كلهم تيتحدثوا عليك انك كمدرب. كنظن برزت اكثر كمدرب اكثر ما كلاعب، ولا سيما في هذه الاونه الاخرى كتعرف ان لي ميديا ولاو بزاف. الوقت اللي كنا كنلعبوا كانت جريده ولا جوج اللي كاينين، لي ريزو سوسيو ما كاينين شيء. دونك واخا تكون لاعب ممتاز، راه معنا هنا لاعبين هنا حاضرين اللي كانوا من احسن اللاعبين اللي كانوا، مي ما كانش لي ميديا شويه ولا لي راديو دو سبور. مي هاد الاونه الاخرى في هاد لي 20 ديرنيغ زاني ولا بوكو بلوس لي ريزو سوسيو ولا لي ميديا بزاف، خلاو ان الواحد كيتعرف. كما كان الحال في المسيره ديالي، انا درت كاع جميع الفئات، لا كلاعب من ليكول حتى ليكي بريمير، ولا كمدرب درت من ليكول حتى ليكي بريمير. دونك جي في توت لي كلاس، خديت وقتي باش بوتيتر نجحت في المهمه ديالي. طيب قبل ما نمشيو يعني المرحله اللي انت فيها الان، غنبغيو نعرفوا البدايه ديال محمد فخير. بدو شكل البدايه تكون تقريبا متشابهه، طيف من الاطفال تيلعب في الحي مع الدراري، هادشي اللي كاين ياك. انما تدرجي مع الفريق ديال من الصغار ديال الرجاء، كيفاش تمت هذه العمليه؟ غير نعرفوا هذه العمليه، انه دابا حاليا عندنا اشكال ديال كيفاش الانسان يمكن يمشي مع الفرق، لان ناخذوا التجربه وكما تنقول نعكسوها حتى على الواقع. وانا القرب ديالي من التيران ديال الرجاء هو اللي خلاني انني وصلت التيران ديال الرجاء. كنا حدا الكومبلكس محمد سانك، ساكن حدا الكومبلكس. انا تزاد في المدينه القديمه، مي سكننا في حدا الكومبلكس محمد سانك. والكومبليك محمد سانك كان واحد الملعب حدا هذيك الساعه، في ذاك الوقت كان واحد الملعب بلي بوتو اسمو، كنا كنلعبوا تما. ومن جمل الشيء ان لعبنا مع واحد الكارتي قريب لينا، وهذاك الكارتي مع واحد اللاعب تيقولوا لي جمال صديق من بعد، هو الوقت اللي انتصرنا عليهم هو كلاعب ديال الرجاء، حيت كان في ليكول ديال الرجاء. ما عرض علينا باش مشينا عند الحاج عبد القادر جلال باش نلعبوا هذيك الفريق ديالنا ديال الحي ديال الحي في اسمه. ومشيت تما لعبنا تما. من بعد ملي سالت المقابله، ديك الساعه السن كان عندك؟ هذيك الساعه يلا في 67 68، جافي 14 ans. مشيت بكري للرجاء، تما تلاقيت مع بكار الله يرحمه، كان ديك ديجا مع ليكيب ديال الصغار ديال الرجاء. ومن تما الحاج عبد القادر جلال ملي سالت المقابله عرض عليا باش نبقى نجي ندرب انا وثلاثه اللاعبين اخرين. وهذيك هي المسيره، بديت مع لي جون توصلت ليكيب بريمير. لقيتي المساعده من العائله؟ ما كاين مشكل مشيت لعب مع الرجاء؟ لا ما كاينش مشكل، انا ما قريب ليا، ما كتاخذش وقت كثير، كنا كنمشيو على رجلينا هذاك الوقت باش نوصلوا للتيران، لان ونانا بوران كار دور 20 مينوت باش نوصلوا للتيران. كان اهتمام بالدراري الصغار ولا كان داك الشيء ما بين 12 و 2؟ لا سي سي، داك الشيء اللي من بعد ملي دخلت الميدان ديال التدريب عاد بديت نعرف داك الشيء اللي كندرب مع واحد السيد هو الحاج عبد القادر جلال، يعني كان سابق وقته. من بعد الوقت اللي وليت انا دخلت التدريب كنرجع لهذيك اللي كنت كندير معاه، تنقول هذا رجل فات وقته. دونك في ذاك الوقت كان ديجا بعدا كيدير لنا حوايج اللي يلاه كنعرفوهم حنا دابا، وتعلمنا منه بزاف. ومن ثم بقوا الفئات الصغرى، من بعد الكادي جونيور كان جا ظلمي الله يرحمه، كان بتي عمر حتى هو كان ذاك الوقت. ايوا المسيره مشات تما. بقات الكره في الحي واخا في الرجاء تبقى الكره في الحي ولا لا؟ لا ما بقاش ملي لا ملي الحي ما بقيتش نلعب في الحي، لان الوقت اللي جيت للرجاء ماشي قال انا من الحي، الوقت اللي جيت للرجاء الوقت كنلعبوا في الحي، ولكن في الوقت اللي وليت جونيور ولاو دي كلوب كانوا تعرف ذاك الوقت تكون تعرفوا يكون عارفوا كانوا ترافايست، لي زيكيب ترافايست كيلعبوا. دونك واحد ليكيب ترافايست كانوا جاو عندي، ما بغيتش ندير اشهار، جاو عندي وقال لي ودي كنت كنلعب السبت مع ليكيب ترافايست والحد كنلعب مع لي جونيور ديال الرجاء. دونك دو ماتش بار سومين من غير تدريب. اذا الانتقال من الجونيور للفرقه الاولانيه كيتم؟ لا سي ان بو سبيسيال. شكون اللي كان عنده الفضل؟ جا واحد اللي كان عنده الفضل، كان بعدا كانت عندنا اون ديريكسيون ديال لي جون اكسترا اوردينير، كان فيها استاذ غلام
الله يذكره بخير، كان درنا الحسن، هادو هما اللي كيكوافيو لا سيلول. من بعد كانوا لي زونترينور اللي كان الروداني الله يرحمه، كان من بعد جا صبري، جا كان الحاج جلال، يعني كان واحد الفئه ديال اسمه كان كان اهتمام كبير. هادوك وكان با الاهتمام لا كان باكو لا واش الاهتمام غير معنوي ولا حتى مادي، بحيث انه كان الوسائل باش دربوا ام انه شي ما كانش؟ لا كان فريزو مان، ما كاينش هادشي اللي كاين دابا، ما كاينش مقارنه، ما باش ما نبقاوش، ما كاينش مقارنه. مي بدات هذاك هذاك الوقت، بدات واحد الوقت جاو روز للرجاء، هاد واحد الفئه ديال كبيره اسمو وتقل وتامل المكتب تبدل، لان كانوا جاو ديك الساعه لي زافوكا منهم معاش الله يرحمه سمنا الله يرحمه معطي بو عبيد ايتترا، كانوا ديك الساعه في ذاك الوقت وبغاو تجديد، وكانت واحد الفئه ديجا ديال اللعابه واجده، دونك وكان معنا باكو لونترينور كان معنا، وهو استاذ غلام ودرنا الحسن، هادو كان معنا، وكانوا عند باكو عنده علاقه مع وروز، ولا اوروس كيجي يتفرج في لي جون. انا واحد النهار كندرب مع لي جون الخميس، جا عيط لي اوروس، عيط لي المدرب ديال ليكيب بريمير، انا حماق انا هذيك الساعه جافي 17 طون ولا اسمه، دخل عيط لي قال لي جيت تكلم جيت تهضر معاه، قال لي غدا تي فينير تونترين افيك ليكيب بريمير، تنشوف هذوك زعما اوا سيغ انا عاود لك حوايج تضرب. جيت دربت، كنا لاعبين الفيوس في الرباط ديك الساعه، حتى انا مازال طراب، وملي كتمشي الفيس الفيس متر و90 ما تلعبش، قل من متر و90 ما تلعبش، وانا قصير اون بلوس، وخيرني اوروز قال لي جي دي بروبليم دو دارير لاتيرو، انا كنلعب ميليو تيران ديك الساعه، ميليو تيران اوفونسيف، قال لي جي دي بروبليم دو لاتيرو، اسكو تبغي تلعب لاتيرال دروا ولا غوش؟ انا ذاك الوقت نكذب عليك، ديك الساعه الله جا حما الله يذكره بخير، وغاندي وبيتشو الله يرحمهم لاكوب دي موند، انا كنحلم عن نتصور حداهم غنولي معاهم، كون قال لي تحبس قول نحبس. الرجاء ديك الساعه راه اسم كبير، فيه حمار فيه اسماء كبيره. نسولك على هذه الاسماء اللي كبيره بزاف، قلت لك ذاك الوقت ملي عيطوني ان نحلم انه نكون حداهم عن نتصور معاهم، ماشي ندرب معاهم. لا غير في البي سي ار ما كانوش يقولوا شكون هذا اللي جابوا لنا. لا مشيت دخلت ما تعرفوا بليز او اسمو، مشيت انا برك في البونتوش، دخلني البونتوش لعبنا، وكان شويه الترام بالليل الشتاء اسمو بريمير ميتون، حنا باركين في بونتوش خاسرين 2-0 رجع ما فيش، دخلنا لي فيسير ويدخل اوروز قال لي محمد وي، قال لي شفتوا، قال لي شفتوا ما بقاش عندي ركابي، نكذب عليك الريق ما بقاش عندي، كيفاش هاد اللعمه هذوك 80 ديس 86 فرقه خاسره بزاف شغنقد نعطي انا؟ ذاك الوقت ملي كت دير لي شوفمون كديروا ورا لا بتي تريبين ديال تيران الفتح، ولكن ورا لا بتي تريبين لتحت تما، ذاك الوقت كاينين الناس كاين اللي كيبيع زريعه اللي كيبيع مناضات وكرير صادو سمو، وانا كنسخن وسط منهم والله باقي دابا الصوت ديال السيد اللي هضر حدايا سمو، قال لي هذا اش كيدير؟ قال لي راه واقيلا كيسخن غادي يلعب، قال لي واش هذا غادي يلعب؟ والله العظيم ديك الساعه ملي قال لي صافي قلت انا كون عير جا شي واحد قال لي يلاه فحالك. دخلنا جيتي بو لا بروميير اكسيون، خصني نكون فيها حاضر، كنت حاضر في لا بروميير اكسيون مع ذاك الغيزه، اون ا بو ماركي ان بوت اون ا بو ايغاليزي، كان ماركاهم بجوج بيتشو الله يرحمه، من تما اللي تي كونتون روز ويدخل ودخل تيمجد فيا، ومصطفى ديك الساعه تيقول ها ترويجا لو اسمو، ديك الساعه انا كندور في عيني من تما مشات هكا، مي مالوغوزمون تروازيام ماتش سيدي قاسم تهرست. وي بركت واحد 3 شهور ولا 4 شهور عاد جي غوبخي، هذه هي القصه. شحال البريم ديال الرجاء؟ ذاك الوقت ذاك النهار نو لي 150 درهم ولا شي حاجه، مي 150 درهم ديال ذاك الوقت بالنسبه لك انت راه شي حاجه كثيره. انا ما كنحلمش بها ونكذب عليك، ما سي بوكو بور موان، وانا حتى الفلوس ما عندي بهم غرض، سي بوكو بلوس لو فات انك تكون تلعب مع الرجاء. الرجاء سي انا كنظن دابا مع لي ميديا اي شاب صغير كياخذ لان دي كلوب ولا لي كلوب اللي في المدينه ديالو يحلم يلعب معاهم، زياده على لي ميديا اللي كيدوزوا لك لي ميسي، ما كاينش كنظن دري صغير ما كيحلمش بهذا الشيء. فهذه كيف مشات هكاك. شحال جلستي وانت داك الهرس شحال بقى فيك؟ واحد 3 ولا 4 موا.
ومن بعد رجعتي بعد ما جي غوبخي و رجعتي لبلاصتك ولا خاصك شويه ديال الوقت باش تاخذ كخصك شي ديال الوقت باش ترجع تاخذ لا غادات الوقت ولكن بدات لا سيزون الاخرى جيتي سير بونتوش وفي ذاك الوقت لانصاو الدراري كان بتي عمر ديجا قبل منا كان ظلمي قبل مني كان جا عاد جا فتحي جا جواد بقار الحليتي عبد الرزاق الله يرحمه هادو كاع الدراري اللي جاو من بعد كان دونك ملي بدات صفوي دونك كان جي انجينير لا نجمي مازال ما جاش مازال ما جاش ديك الساعه مشينا لا 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 دونك بدينا من بعد ملي بداو حوايج تيطراو اللي كي واحد النهار لعبنا ماتش كان معنا تيباري الله يرحمه معنا تيباري وجا دخلنا الفيستير لا فورماسيون كتعطي للتيران داك الوقت ماشي قبال لي رينيون تكنيك لا فورماسيون ناض كان يترامي هو اللي كيلعب الريركوش مشى عند اوروز قال لي ودي عندي ربي عند تيباري قال لي ودي راني عيان ما نقدش نلعب هذا الماتش قال لي علاش قال لي ودي راه كان عندي العرس ديال اختي وراني سهران راه حتى الصباح اسمو قال لي با بروبليم دخلك انت دخل بقيت تيتولير تمشيت وليت واحد ايدرامي صديق ديالي ما كنتفرقش انا في الدار ديالو فزو قال لي ندمت كاع تمشيت هذا العرس ديال اختي مابقاش لعب داك لا بقيت انا كنلعب ولكن اش كان ولينا كنديروا ان كومبين باش نكونوا واضحين الوقت اللي كتبقى 5 ولا 10 مينوت دائما كندير راسي ولا حتى الجمهور عارفه تيقول لها غادي توعد غادي تدخل يضرب دابا الا دارك سي بور لا بري دابا الا دارك شي واحد انت مدرب تقبلها كدوا الله حرام نو انا بزاف د الحوايج كنت كنديرهم بوتيت تجيب الامور باش نهضر عليها ما نخلي حتى واحد يديرها دايور داكشي علاش كتقول لك ان بو لا ريغور ديك الصرامه درت بزاف ديال لي بيتيز في حياتي نخرج ونسهر واسمو كنت مازال نلعب الكره اكثر من الناس انا جي غيت جو فوتبول 25 ولا 26 اون مازال في اسمو اي جيتي بارمي لي برومي لي كتر مشي للبروفيسيوناليزم باسكو لعبنا واحد التورنوا في في كان جيتي الميور جوور ديت الميور جوور ديال كان ومن بعد يافي نيس اللي بغاوني ديك الساعه سبوريتيد ما كنعرفوش 70-71 سبوريتيد ما كنعرفوش هما ديك الساعه عندهم شكون اللي منعك ما تمشيش؟ الرجاء علاش؟ لا هو ديك الساعه ما خصكش تمشي من الحوايج اللي دفعوا ان وروز جداني لان لا معاش والسملالي والله يرحمه ولا معطي باغيني نوفيل جينيراسيون قال هذوك خذوا معك خشيف ليكي بريمير باش ما بقاش يحلم لي في جهه اخرى دونك سيتي باغمي لي كالكول اللي داروا باش دخلت ليكي بريمير و مشات لكم مي كيف نرجع على اسمو داكشي اللي درت في الكره انا ولا ما تخليش واحد اخر لا ما نخليش يديروا لان بوتيت انا جيو لا شونس باش نجحت في الدومين ديال كومونترينور انا سي با انا ما عمري كنت حلم نكون اونترينور ولا في بالي كاع انا بوكو بلوس جيتي مو سوي انفورماتيسيان دونك مشيت لاسمو دونك جات عير صدفه غير صدفه مي الامور مشات في ذاك الوقت كنت الرجاء تقلب على حيت كاين الهضره بانه الرجاء ما كانش يقلبوا على الالقاب لان ما فيها والو الرجاء خاص غير الفرجه الجمهور تيبغي غير الفرجه علما بانه دائما الملعب عامر واش كان في هذا الفكر عند اللعابه ديال الرجاء عند اللعابه ديال الرجاء لان طالبوا الجمهور البوبليك عندنا كان واحد الوقت علاش ما كانوش لي تيتر في واحد الوقت للرجاء لان سيتي اون ايكيب دو سبيكتاكل هو باغي يجي يتفرج لو ريزولتا تيقول لك امبورت بو الا ربحتي كاع وما لعبتيش كيف بغا هو ما عجبوش الحال دونك يافي لا بريوريتي هو فرجوا الناس منهم سي عبد الحميد الصويري كان يتفرج يبغي بوكو بلوس لازمو ماشي من اللي ولات عنده المسؤوليه ديك الساعه اللي كان محب لا دابا خصو يربح الا بغى لا لي طون شونجي ذاك الوقت سي بوكو بلوس ولكن راه كانوا لعابه اللي والله العظيم حنا لا حنا انا حيت واحد الوقت لا ديفونس اللي كانت عندنا كلهم دي ميليو تيرا داروهم كان جواد اندلسي ان ميليو تيرا ظلمي ان ميليو تيرا اوفونسيف انا ميليو تيرا اوفونسيف دونك لا ديفونس كلها اسمو تي افي بور اوبليغاسيون انك تخرج بالكره تاخذ لو ريسك تخرج بالكره باش تعطي لهم فرجهم اش عندك قدامك بيتشو الله يرحمه بنيني بتي عمر سعيد غندي حمان
سي ديفيسيل باش تعطيهم شي كره ماشي هذيك تيبون لو ريز يمكن تحيد لك وتسجل عليك كتحسب عليك انت ولكن بالنسبه لهم هما كتعطيهم الكره وصول كتخرج من لا ديفونس تاع عندهم يوم بخوني دي ريسك باش بعض الخطرات كتصدق بعض الخدمه تصدق صافي بارتي دي واللي ما كاينش داك الضغط ديال الجمهور يتقلق لا الجمهور صغير شي يدير شي ان بيتي بون لو تريك ولا سمو سي دير بيتي بون كيما قلتي الاول والثاني وماركيها هو ماشي مشكل مي لي طون شونجي غير هو انا بور لو مومون لو برومي تيتر ديال الرجاء 74 لا كوب دي ترون سي سيت ايكيب نيت دينا هذه اللي قدامك هما اللي افي كوسكوس اسمو اللي ما عقلهم كبير كلهم كاين كوسكوس لي دو الله يرحمهم الحاج حمزه يا مجيد حضري جواد الاندلسي ظلمي الله يرحمه تي عمر انا قدامه يا بوينيني يا بيتشو الله يرحمه سعيد غندي وفتحي دونك سي لا سول ايكيب من هذه اللي لعبت لا فينال من غير زمو كان بلاصه بيتشو كان دخل باحيم كان لعب معنا كان رجع لا سي وكان صفويا هو معنا هنا هو اللي لعب هنا ارير لاتيرال دروا دونك سي لا بروميير لو برومي تيتر ديال ليكيب ديال الرجاء كوم بازار لو برومي تيتر حضرت فيه كلاعب لو ديرني تيتر انا كمدرب اون 2013 دونك جيسبر كو سي با لو ديرني ديال 2013 طيب الانتقال الى التدريب شنو يعني شنو اللي حرك انك تولي مدرب اكسيدونتيل انا ملي ساليت الكره حبست الكره باقي صغير مع الدراري اصدقاء ديالي وكنمشي لا سميتو ديك الساعه كنمشي نتفرج في الماتش ومن بعد كنخرج نتعشى ولا سمو وكنبدا نفسر لهم لي ماتش كنبدا نحلل الماتش فوالا اللي كان يدار وكان خصو يدار سيتي غادي هادي دير هادي كان يدير هادي مشات عراك كنهضروا صافي واحد النهار في 94 كان جا العماري الله يرحمه مسكين كان جا غادي يجي للرجاء الدراري كيسمعوا على العماري لا ريغور والرجاء سي دفليا سي لي بتي بوان سي اسمو دونك ما غادي تلاقاوش ناضوا هاد الناس اللي قلت لك استاذ غلام ودرنان كانوا ديك الساعه مع لي ديريجون ديال الرجاء قالوا ودي تا الدراري هضروا معاهم قال لي ودي محمد يكومبرون ان بو فود اسمو الا كان خطرت بينا باش ما نتصدعوا ما والو جاو عندي قال لي باش تكون انت لاجوان ديال 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 اسمو قلت اجي غير في زين ما نكذب عليك قلت له ودي من اسمو ندير اونترينور الرجاء اجوان في الرجاء قال لك لا علاش انت غير خطرت تخي دونيون ما بين اللعابه واسمو باش تفسر ليه هو ولا الدراري اسمو قلت له اوكي مشى هذاك ايفيكتيفمون مشات جي بوكو ابخي مع سي محمد الله يرحمه ويسع عليه هو اللي عطاني الكتب ديالو كلهم ومن الحوايج ديديكاسي واحد الكتاب مالوغوزمون عطيتو لشي حد كوم قاص رجع ما عرفتوش كاع شكون يداه قال لك تو شوزي سميتي يا بوكو جوا مي يا اوسي بوكو ديسيبسيون نو تاتون جامي اسكو تو ديز ميرسي هز كارتك وسيف حالك ما تسناش ميرسي ما كنعرفوش ديك الساعه كيقول تنقول سي محمد هادشي لا ولكن هادشي اللي قلت لا ملي عشتو سي سيغ سي سيغ ملي دزت لهاد الامور عرفتها سي سيغ مي من هادو الكتب تنقول كيسكو جو في سيغ ان بون نكون انا بونتوش داز لا سيزون اكسيبسيونيل كان مشى سي محمد الله يرحمه وقع عليه شي مشكل ومشى من الرجاء بقى ست الماتشات الاخرين دوزت انا جي في ان بون سيزون في الاخر قال لك ودي تبدا عاوتاني تي فا اونكور كو اسمو قلت لهم نيت كنت تلاقيت مع صحراوي الله يرحمه صحراوي دويداد ماشي تلاقيت انا واحد النهار كنتعشاو وانا ديك الساعه درت جوان اسمو قال لي محمد قال لي طلعتي بزاف قلت لي كيفاش قال لي عرفتي ملي غتنزل ملي غادي لا قبض البحر قال لي غترزخ ماشي غتنزل قال لي غطيح من الفوق لتحت طلعتي اسمو واش كتعرف شنو هي الرجاء اسمو قلت له دينا قالوا لي عيطوا لي اسمو راه دابا نيت كيقولوا لي اسمو قال لي والله الا كنصيحه بالله قال لي سير طلع من الدروج ما طلعش في لاسونسور بشويه 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 تو اي جون عندك الوقت مي تي دونترينو هنا باداج خذ وقتك باش توصل ملي مشيت قلت لهم لا قلت لهم جافي كومونسي افيك لي جون قال لي والو افيك سالير سي ديريزوار والو كناخذ ذاك الوقت كناخذ 3000 درهم في ذاك الوقت اون بلوس اون بلوس دي بريم واحد الوقت كان عندنا اون ايكيب اكسيبسيونيل في لي جونيور منهم بصير مستودع ريمي طلال عمر نجاري
مصداق مي اون ايكيب اكسيبسيونيل كانت داك لو وكلهم استاذ كلهم طلعوا في أول. انت اللي كنت تقترحهم عليهم انا لا كنت لعبتهم انا ديريكتوم باسكو كيعطيوني ليكي بريمير ملي كيعطيوني ليكي بريمير جو لي كوني وكنعرف ليكي بريمير باسكو انا ولد دارنا لداخل عارف اش كاين عارف شكون احسن من شكون كيمتى تلونسي اي بوي افيك دي زيليمون وسط ليكيب اللي ولاد الناس اللي كتقول لي اودي ولا بدا خصم عندك الوليد انتم بجوج تكلفوا به تيحضنوه شكون شكون هادو اللي كانوا منهم كان خليف مارغري كتشوفوا معصب اسمه كان تيجاني كانوا دراري زعما كل دراري بعقلهم ماشي انا بوركيل اسمه مي اللي كيعاونوا هادوك الوليد وهادو كلهم ميزون فلومبي راه شتي المسار ديال هاد اللعابه كلهم فين وصلوا وكلهم هادو شاءت الظروف ان جات لا فيوزيون سيتي ترمتابع بلوس 3 كوب دافريك اي كوب انتركونتيننتال ايتترا دونك ظروف جات باش الدراري زون فلومبي مي بالنسبه لهاد الدراري وي مي لا مواتي ديالهم ما بانوش علاش باسكو ملي دارت لا فيزيون النص ديال 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 الاولمبيك جال مشى تحيد لان جاو غير لي ميور والاخرين خدوا على لي ميور دونك ولا بدا الناس اللي بقاو مشاو ضحايا مشاو ضحايا مشاو ضحايا ديال لا فيزيون يعني ما غيجيك بحال مماريس و اكزاكتومون لا لا سلامي نازير بكاري ومعاك ايوا انا تنضحى نتذكرت انا داك تنرجع الذاكره لا كاين دغاي وكاينين جاو دراري بزاف مي هذه طيب حنا خدينا معك المسار وصلناك رديناك مدرب بغينا نسمعوا الناس اللي خدمتي معاهم وديتي معاهم القاب شنو غايقولوا عليك غير بين قوسين انت الا بات لك شي صوره هنايا يعني فكرتك بشي حاجه يمكن لك تدخل تحت عليها تبارك الله هاد الاسماء اللي قدامي جيبو كود ريسبي بوغ باش وحنا خلينا الوقت باش يعاودوا يتكمتوا يرجعوا الذاكره ديالهم للوقت محمد فخي كان تيتميز ميز بواحد كان قبيح بزاف كان داخبيح الا كل اللي كيفسرها لا كان قاسح اللعب ديالو كان قاسح وكان قبيح حتى هي كان قبيح ياك محمد كنتي قبيح ولكن كانت عنده علاقات مزيانه مع اللعابه كلهم داك الجيل اللي لعب معاه بتي عمر عبد الحق فتحي دولمي بوينيني الجيل واحد الجيل اللي حقيقة أنا تنظن شخصيا بأنه أحسن جيل داس الفايقاج البيضاوي محمد فاخي بقى وفي الفايق ديالو لعب فاجا وما مشى يلعب حتى في شي فايق آخر عرفتو كموسيقي ماشي كموسيقي داخل جاء البيضاوي كنت موسيقي ولكن بعيد ما كنتش في الواجهة عرفتو كموسيقي ملي كنت في الفريق الوطني وعشنا أوقات مزيانة مع الأسف ظروف جعلاش يمشي قبل ما يكمل العمل اللي كان مدح سي أبو القاسم كنشكركم بعدا كنشكر القناة الأولى على الدواء وعلى هذا الالتفاتة للسي محمد فخير كنعتقد بأن الالتفاتة في محلها والسي فخير كيستحق الكثير انا محظوظ لانني نشات وكبرت حياتي تقريبا في الدار البيضاء من ابناء الحي المحمدي ولد الطاس وكنا كنحضروا الديربي اللي كان الديربي فيه اربعه ديال الانديه الرجاء والوداد والطاس والراك كل مره واحد الديربي كيتلاقاو في الملعب الشرفي وانا عشت جيلت فاخر هو كلاعب هذا مسار اخر هذه مرحله اخرى في مدينه الدار البيضاء انا محظوظ لانني الشيء اللي كيتكلم عليه فاخر جايلته عيشته في الدار البيضاء والحادثه اللي نسميوها حادثه باش غادي نتعاقدوا مع فاخر حدث بشكل عفوي انا واحد النهار كنتصل مع واحد صديق في الدار البيضاء سي مصطفى الملوكي معروف كنسولو كيف داير كذا قال لي معايا محمد فاخر هكا بشكل عفوي اتصل بسي محمد فخير كنت كذلك سأنا مسير رئيس منتدى في حسنية تكادير قلت له ما عندناش مدرب قلت له سي محمد فخير واش تقبلت تدرب حسنية تكادير قال لي هذا ستان نور بورما هذا شرف لي باش وانت بلا بس تشرب على الكتب ناخذ الرأي على الأقل هذه من بعد كان ناقص نبدا ما نرجع للمكتب باش ناخذ هكذا قلت له نستشر مع الإخوان المكتب ديالنا ويدي الله تبارك الخير
مشات الامور هكذا، التحق فخير في مدينه اكادير في موسم 2001 2002. 2001 2002 من جمله الحويجات اللي هما مساط وقعوا، كنعرفوا فخير، كنعرفوا محمد، لا بدا هو من ملي كان كيقول لك السي حميد قبيح عنده واحد القبح اخر، ولكن عنده هذا القبح جميل، عنده بعض الفلتات اللي كدار ولكن كتدخل في اطار نواديه في اطار فكاهي الى اخره. كنا كنتفاوضوا انا والسي محمد فخير ومعنا السيد الحسن بجدي كان كرئيس، كنتفاوضوا على المسائل الماديه الى اخره. من جمله المسائل اللي طرح فخير كيقول لك في حاله ما الا حصلت على البطوله شنو هي المكافاه ديالي؟ هذه مساله معروفه. كنتذكر مع بجدي قال له بجدي ما كاين مشير. انا جيت كنتناقش انا والحسن بجدي، قلت له بهذه القضيه علاش جا؟ علاش جايين حنا هذا السيد؟ الاصل هو يجي يدي البطوله، علاش باقي نتناقش معاه؟ قال لي بارك حتى انت من البطوله يدي حيدر لي حتى انت خلينا. هكا جات هذه المساله، جات البطوله الاولى، ولكن في سنه 2001 2002 كانت هذه البطوله اللي كان في الحقيقه ان محمد فخير خذا المنطقه ديال سوس دخل التاريخ، التاريخ الكروي من الباب الواسع. لان حدث واحد الشيء في مدينه اكادير غريب وغريب جدا، من الصعب جدا يتكرر، وهو ان النهار اللي خدينا البطوله كنعتقد كنا لعبنا في مدينه مكناس، تعبنا في مدينه مكناس وتوشحنا بطل في الموسم، المدينه ديال اكادير كلها خرجت. تصور ان هذاك الكار اللي غادي يجيب لعابه من المطار لمدينه اكادير مسافه ديال عاديه 25 30 دقيقه دوز تقريبا واحد ساعتين ونص باش يوصل هذيك ساحة الأمل اللي في مدينة أكادير. المدينة كلها خصوص كلها خرجت، زور الناس من تيزنيت من تالودانت من هوارة، يعني واحد الفرح كبير، يعني كيحسوا الناس سواسة أنهم أصبحوا متموقعين داخل المسار الكروي ديال البطولة الوطنية لكرة القدم. فكان محمد الفريق ديالو هذيك الساعة حطم أرقام قياسية لحد الساعة مازال ما تسجلتش. مثلا نقول لك أن بداية البطولة 2001 2002 ستة المقابلات متتالية كناخذوا فيها 18 نقط انتصارات متتاليه، دوره سبعه كنهزموا مع واش قلتي لي بلا خصني نقول لهم واش قلتي لي. مشينا بدينا الشامبيونا ربحنا سته الماتشات، من اخر ماتش ربحنا مع الرجاء، الرجاء ديك الساعه بدو زيرو ربحنا سي ماتش بلا والو، عندنا الرجاء ديال القهوه كنقابلو كنهضرو، واحد الوقت كيضحكوا ويقول لي قال لي دابا هز حويجاتك وزير فحالك. قلت له قال لي البيجي ديالنا حنا كنربحوا سته الماتشات في العام، البيجي ديالنا سالينا سالينا حنا كنربحوا سته الماتشات في العام. الله يعاونك. المهمه ديالك انتهت. المهمه ديالك هاد البطوله هادي، هاد البطوله الغريبه ماشي واش بصح تتكلم مع جدي ولا تبسط معاه؟ لا لا كنبسطو، ماشي كنبسطو حنا. اولا هاد القضيه اللي قال لك محمد انا كنتلاقاو في قهوه وكذا وكذا، راه ما عندنا حتى شي موضوع كنتذكروا عليه، ما كنتذكروا على حتى شي موضوع ولا حتى شي حاجه اخرى الا الكره والحسنيه فقط. هذا هو الهم ديالنا، هذا هو العقل ديالكم معاه. نعطيك واحد النهار كنتذكروا عنده في الدار، جالسين حنا واحد سته ولا سبعه ديال 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 المسيرين، كنتعشينا عنده في الدار وكنجلسوا، ومهم بواحد الطريقه عفويه حنا بدينا كنتكلموا بالشلحه. انت كنتكلموا بصحه بعضياتنا. سير الله انا قلت لكم ملي نكون معكم انا ما كنفهمش، قلت ملي نكون معكم تكونوا تهضروا ما تهضروش سمولي انا ما كنبقى نفهم والو، هما نساوني. رد البال كيفاش غادي يقولها لينا؟ كيفاش غادي نساوني نساوني وبقاو واحد الوقت كيهضروا باللغه هضروا ما بقيت نفهم والو. انا التلفزيون حدايا عندي تيليكوموند، درت طا 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 نقلب وانا ندير هكا لقيت بولونيا لا بولون، وانا درت لا بولون وزدت فيه زدت فيه بزاف، ويتقلق هو قال لي اش قال لي اش كتدبا كتفهم شي حاجه تما؟ قلت له ما كنفهم لا هنا لا هنا. هذا هما النوادي ديال محمد باش يدوز لك ميساج، هو واخا تعصب وكذا قلب على تخريجه كيزيد في هذاك التلفزيون حطها وصلك شد بولونيا وكيزيد في دابالو. قلت له محمد والله هذيك علاش كتفهم انت دابا في هذاك؟ قال لي ما كنفهم والو، انا ما كنفهم والو باش يقول لي نرجعوا تفهم. حدات هذه القضيه ديال الدفاع ديال الحسنيه اكادير في هذاك الموسم، طيله الموسم تسجلت على الدفاع ديال الحسنيه اكادير سبعه الاصابات. شحال سبعه الاصابات شحال سجلتوا؟ ما عندكش لا دوزيام لا دوزيام عطا كره الرجاء. بون ولكن اللي غريب اللي غريب ممكن نعرف لي ستاتيستيك غادي يكونوا عندنا. هذا هو المدخل ديالي اللي غيشدني باش نتكلم على السي محمد فخير، ونعتذر للسي عبد الله ابو القاسم باش نعطيه الكلمه من بعد. في هذه الفتره ديال الالتحاق ديالي بالمهنه كصحفي كممارس
كانت فريق حسنيه اكادير قطع الطريق على واحد الفريق السطوه ديال الفريق الرجاء البيضاوي وما ادرك ما الرجاء اللي كان حقق 6 القاب متتاليه. ترى الفضول ديالي بهذه الارقام القياسيه اللي كانت في تلك اللحظه ما كانش عليها اضواء مسلطه بحال الزمن الرقمي اللي كاين الالكتروني حاليا والمنابر الاعلاميه بحال هادشي اللي كاين حاليا ديال زين الدين زيدان مع ريال مدريد. فتره وجيزه كنت تبعت المسار ديالو كمتتبع قبل ما ندخل مجال الصحافه رفقه اتحاد سيدي قاسم رفقه نهضه الصطاد كان خلاه في الفينال ومشى كنا غنرجع له مادام ان شكون هما الفرق اللي تولى دونك منين جا الحسنيه تاكادير دار واحد الارقام خالده. هذه الارقام كنت اشتغلت عليها من بعد. لا سمح لي غير قبل اكادير شنو يعني كان سيدي قاسم دار مع ذكروا المشاهدين الكرام بالفرق اللي جا عندي سي اوزال الله يذكره بخير مع القرتي وكنت انا الديريكتور تكنيك ديال لا فورماسيون ديال لي جون في الرجاء وعندو ايزافي دي بروبليم وطلبني قال لي اودي سير تعاون معاهم ايزافي دي بروبليم لكن ما فتناش 3 شهور باش من خدمت معاهم 3 شهور من بعد دخلت دونك سي سعيد الفتره ديال الحسنيه اكادير علاش فتره مميزه لان الحسنيه اكادير قلت غادي تاخذ المسار تدخل النادي المتوجين في واحد السنتين على التوالي ولا حدا كان يرشحه بدليل الشهاده ديال سعد الله راقب القاسم والشهاده ديال محمد فخير يعني كان عنده واحد الشالونج جديد في منطقه جديده اللي منطقه سوس وفريق اللي كان دار الفيزيون وكان سيطر سيطرة واحد السيطرة مطلقة على المجريات ديال البطولة اللي هو الرجاء ونهى هو رجاوي ونهى السيطرة ديال الرجاء. الفريق ديال الحسنية ما كانوش تسجلوا عليه في واحد الموسم صفر هدف داخل الميدان هذه من الحوايج اللي باقى ركورد اللي باقي مسجل إلى غاية اللحظة. بريمير أني كما كيقولوا الدرايزمو ما عمر شي واحد تعانق في كادير ما كاينش ولا هدف رقم خالد يعني ما كاينش هدف واحد ما جاش عندنا هدف واحد في كادير رقم قياسي على الساندر اللي كنضربوا رقم ديال القانون رقم رسمي هذا السي سعيد وكانت سجلوا 18 نقطة يعني بحال هذه البداية اللي كاينة دابا حاليا ديال الفرصة وكتسلط عليها الأضواء. الحسنية ما كانش مسلط عليها إعلاميا الأضواء ولكن غتولي تثير الانتباه ست ديال المباريات على التوالي فريق يتصدر شكون هذا الإطار اللي جا محمد فخير. في هذه الفترة هذه أنا بحكم القرب من العاصمة الرباط وبحكم التواجد قريب من فريق الجيش الملكي غتجي الفترة ديال الجيش باش ما نخليش محمد فخير لصيق بنادي الرجاء البيضاوي لأنني بعد البحث والتدقيق والمعايشة ديالو ديال هذه السنوات اللي طبعا التقدير والاحترام المتبادل والتواصل توصلت لأنه خلى الطابع ديالو أكثر داخل فريق الجيش الملكي. لماذا داخل الجيش الملكي؟ لأن في السنة اللي غادي ينهي اللقب ديالو مع فريق الحسنية الأكادير والانتداب ديالو مع الجيش فريق العسكري كان تيمر بواحد الفترة ديال الفراغ كبيرة. لا غير اسمح لي هذا الانتقال كيفاش تم من 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 أكادير للجيش الملكي؟ بعد لي دو شامبيونات قال لي سي عبد الله باش نسيروا الامور اسمو تكمل لا بغا سي عبد الله الكذوب الله حرام ناس ناس طيبين وما شفت منهم غير الخير وباقي الان كنمشي لاكادير دونك واحد النهار قلت له ودي لاش فين لحقنا؟ لحقنا فحال شي جبل تطلع عليه لو سومي الا بغيتي تطلع جبل اخر خصك تنزل ما غادوش من جبل من راس جبل راس جبل دونك قلت ليه لحقنا حنا السومي خليني دابا نرجع في حالي ونمشي بجهه اخرى لان لحقت ما لقيتش نعطي اكثر من هادشي اللي عطي. كان اتصال ديال الجيش الملكي اترافير الكونولي العكاري ومن تما مشات الامور مع الجيش الملكي. هذه الفتره سي سعيد لان من 89 كان عندهم اخر لقب مع انطونيو انجيليلو وكانت دور واحد الفتره ديال الفراغ طويله طالت مشات 14 سنه كانوا فيها مدربين كبار جا نيلسون من البرتغال جا المدرب الان جيريس اللي كان حاليا عند منتخب المالي ومشى ودوزوا مدربين وما لقاوش الوصفه ديال الالقاب الجيش اللي كانت كتلعب باش دير ديسونت باش ما تنزلش الدوزيام ديفيزيون. انتدبوا فخير بقى عندي هذا الشغف واش النتائج اللي حقق محمد فخير مع السطات مع سيدي قاسم مع الحسنيه انا كنت مواكب للاخبار ديال الفريق الجمالكي واش غتحقق مع فريق اللي كيمر من هذه الفتره الصعبه على مستوى باش انه يلقى الذات ديالو في البطوله. بالفعل في الموسم ديالو الاول كنشهد واحد النقله واحد الثوره كبيره الثوره بشريه دار محمد فخير يعني واحد 24 لاعب جديده جات واحد لا جينيراسيون ها جاب ثوره جديده باللاعبين اللي ماشي نجوم قديو باقي كامان ديال 17 عام اجدو اللاعب عبد الصادق لاعبين كثار اللي كانوا جابوهم وماشي نجوم ومتعطشين. ملي كنت كنستفسر محمد فخير على اسباب الوصفات النجاح ديالو كان تيقول بانه كيعتمد على اللاعبين المتعطشين اللي ما عندهمش موراهم زاد ديال الالقاب وبالتالي خدا التجربه ديالو مع الرجاء التجربه ديالو مع الحسنيه التجربه ديالو مع الفرق الاخرى وهي اللي سقط على فريق الجيش. وكيمر فريق الجيش الملكي بالضبط ذاك الموسم بمحادثة لقب في مباراه تاريخيه واحده من المباريات اللي بقات عالقه في الذاكره ديال الموسم 2004 في الدار البيضاء عفوا في ضاع لهم اللقب مع الكوكب المراكشي في اللحظات الاخيره في الدوره الاخيره ومشى اللقب فواش غيتكرر مشى للرجاء الموسم الثاني واش غير بحث الديفي ديالو واش محمد فخير غادي يستسلم ويمشي ولا غادي فكي جيش فريق الجمالكي بعد 15 سنه من القاطعه على مستوى ديال الحصول ديالو على الالقاب كيتوج بلقب فين
في ملعب ديال محمد الخامس قدام واحد 60,000 متفرج في مباراة تاريخية وأمام الفريق ديالو السابق، يعني بواحد المباراة اللي ما بغاتش تمسح من الذاكرة ديال المتتبعين، اللي كانت فينال، جا فينال كنا سميناها مباراة ديال ديك الفترة، كانت شبيهة بمباراة مباراة موسم ولكن كانت مباراة بخصوصيات كبيرة جدا. الرجاء كان لعب على اللقب في ذاك الوقت؟ لا كانت الرجاء كيفية التعادل، الرجاء كان كيفية التعادل فايتين بان بوان ولي فار خصها فيكتوار انيل بور لو رجاء في الدار البيضاء يصبح شامبيون، حنا اوني دون لوبليغاسيون دو باش تربح باش تربح باش تكون شامبيون. الشيء بالشيء يذكر في ذاك اللحظة بحكم الشغال في المينا كنقلبوا على السكوب، فريق الجيش الملكي كان نزل في واحد الفنادق هنا في الساحل في الدار البيضاء يتهيأ، كانت مفاجأة على مستوى الاختيارات، كنا كنديروا داك في المستوى ديال الشغال التشكيلات اللي غادي تلعب. فاجئني قال لي كاين متغير كبير غادي يكون شي كتاخذو كسكوب ولكن غير مركز حساس. انا فهمت شنو هو هذا المركز بالجهاد ديالي وداك الشيء، فهمت بانه غيحدث تغيير على مستوى حراسة المرمى. طارق الجرموني كان متواجد مع المنتخب الوطني في رحلة ديال المباراة ديال كينيا، وكان غادي يعطي الفرصة للحارس ما عندوش تجربة وغيلعب قدام 70,000 متفرج في الدار البيضاء في مباراة كلي ديال الشامبيونة، وغادي يكتشفوا الناس واش هذه مقامره من فخير، واش هذه من الاشياء اللي خلاتني نكتشف اشياء كثيره في محمد فخير، من هذه الجرأه ديالو على اتخاذ القرار في اللحظات الحاسمه، ومن انه جلس في خالد العسكري واللي كانت تما الانطلاقه ديال خالد العسكري، وباقي كنتذكر كاينين هنا ضيوف راجوين كبار كانوا ديبارات ديال خالد العسكري مع ابو شروان مع اللاعب الرباطي، وكان خرج مباراه كبيره بكل المقاييس، والتار نقاش علاش خالد العسكري بالضبط وعلاش ماشي طريق الجرموني اللي لعب 29 مباراه في ذاك الموسم. لان راجل الهضره من بعد عرفتها لا ملي جاو من ليكيب ناسيونال كانوا في ليكيب مع ليكيب ناسيونال الجرموني، ملي جا الجرموني تيهضر معايا الجرموني لعب العام كله تري بون غاردين بوت وفي ليكيب ناسيونال اون بليس، ملي جا قال لي ودي انا راه السفر 12 ساعه درنا في الطياره واسمو هادي، قلت انا غادي يبقى يقول لي راني مريض، قلت لي اسكو تي 100% تيمويا، قال لي غنحاول، ديك غنحاول ما كاينش، قلت لي شوف ارتاح مع راسك حاجه واحده اللي غدير هي ملي غندخلوا لاسمو غادي يبدا خالد، وحاجه واحده اللي غدير انت اللي غطلع دير لي ريشوفمون بور لو ميتر اون كونفيونس، انت الانترناسيونال وزوم ما دخلش لانك جيتي عيان من الصفر اسمو مي اون كونفيونس. مي من بعد سمعتها راج الهضره ورا داك فين كاين كيما تيقولوا فريمي جات تما كانوا لي فار هكا، كان راج الهضره بابي لي سيبورتير علاش ما يلعبش جرموني، دونك هذاك رجاوي كمل من عندك هذاك رجاوي راه حيد الكاردين بيت، باسكو باش حيد الكاردين بيت ودير واحد اي هفوه جات منه سي مقصوده. طيب اعطيني انت دابا غنذكروا مع محمد فخير، القلب ديالك المشاعر ديالك رجاويه، انت مدرب الجيش الملكي، واش يعني صحيح انه دابا النتيجه تبين، ولكن واش كاين احساس داخلي على انه يعني منتصر على فريق اللي انت تبغيه؟ اعطينا هذا الاحساس. سي 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 ديفيسيل، سي ديفيسيل لانك تبقى لا ديفيسيل طرف منك انا كنقول لك جيتي مي برومي با درتهم في تيران الرجاء في 67 ما خرجش منه حتى مشيت للفروق اخرى، دونك حياتي كلها وكنرجع ليه دائما. طيب ذاك الفرحه ديال ماشي كنرجع ليه كمسؤول ولا كتقني معاهم، لا كنرجع ليه بالعواطف ديالي. خليني الفرحه ديال الربح واش هي الفرحه الحقيقيه ام انه فرحه ديال العمل ولكن داخليين كتبقى هذا العمل وديال باسكو كاينين الناس مسؤولين كيديروا فيك ثقه وكاين جمهور راه كونت يو سين ان كونترا ما 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 مسؤول اي سان كونترا على حقك ما حقك ماشي مي تي سين ان كونترا مع ان بوبليك مع هذاك البوبليك كتسيني مع كونترا هو اللي ما خصكش تخونو، دونك الى انت خديتي هذا القرار كتمشي 300% ف ف ف ف سمو لان مضيتي مع سمو وباش تخدم معهم باخلاص. انا هكا مصوب هكا واش ان كاليتي ولا ان ديفو، مي انا هكا بغيت نرجع لواحد المقابله 2004 كنت انا رئيس ديال النادي الرجاء البيضاوي السنه الاولى وهو كان مدرب ديال الجيش الملكي. اخر مقابله رجاء كانت فايت الجيش بالقطع وجيتو ابحثونا بجوج لزاو هي اللي علاش بغيت رجعت ليها علاش على قبل في هذاك الوقت تبين بانه محمد فخير تيقوم بالعمل ديالو كما احسن رجل محترف اش محترف جا بحنا كان عندو مشكل كان المشكل ديال 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 الحارس الماما حتى حنا كان عندنا مشكل حنا المشكل هو كان مصطفى الشادلي اللي انا حاضر كان تقصح وشكون دخلنا في ديك المقابله دخلنا حد ياسين مع مو ما يلعب في المباراه ديال الحراس 80,000 متفرج وجا لعب ديك المقابله
مع الاسف الحظ ساعد بزاف محمد ودار البطوله. هو عنده واحد الحكايه مع فريق الجيش الملكي، حكايه اما كيحيد للجيش الالقاب واما كيعطي للجيش الالقاب. مزيان مع الرجاء البيضاوي تحصل مع على ثلاثه ديال الالقاب ديال كاس العرش، تحصل مع اللقب ديال البطوله، البطوله ديال الكاف، لعب السوبر ديال الكوب مع الاهلي المصري، وبدليل انه ملي كيمشي من الجيش في 10 سنوات فريق الجيش يتحصل على اللقب وحيد مع هوري دي بيرو في كاس العرش. هي اللي خلاتني باش نقول لك بان بحكم انه الترجاوي ديال محمد فخير لا احد يجرد منها، ولكن ايضا كان الخروج ديالو مر. هذه بغيت نسول السي محمد مباشر، انه كل فتره كان تيخرج واحد الخروج باسم فريق الرجاء، ثلاثه ديال المراحل تعريف الاقاله ديالو او الخروج ديالو من الباب الضيق علما بانه رجاوي. هذا هو جاوبتي جاوبتي لا لا كتشوف لا جو كومبرون انا كنفهم بلي ما لا مدرب لا مدرب امتى كيمشي مدرب ملي ما كيكونش نتائج في 96 لا بريمير كوب اللي ديت انا اون طون كونترينر ديتها مع الرجاء ضد الجيش كومبارازا حيت الجيش والرجاء داخلين في ليتيت ديالي كلهم لعبنا في 96 في فاس كان ماركا جريندو على 118 مينوت دينا لا كوب دازت شي شهر ولا شهر ونص من بعد جيتي ليموجي الله يهنيك مزيان انتهت المهمة ديالك لا ماشي ليموجي من الرجاء كاع باسكو جيتي ديريكتور دو لا فورماسيون وكان عندهم دي بروبليم ديال المدرب وانا اللي خدت ليكيب ودينا لا كوب جيتي ليموجي النهار مشينا 2012 دينا لا كوب ودينا شامبيونا وبقينا فيناليز لا كوب ومشينا لا كوب دي موند يعني لو بروجي ماشي غير ناجح ناجح كثير علاش؟ ان رجعنا للالقاب دو غنمشيو لا كوب اون كوب دي موند تروا غادي اربعه د الملاير توت ليكيب ايتي ديكوري يعني لو بروجي الي اكسيبسيونيل وكنت مهيئ فريق راك شتيهم في لا كوب دي موند كي كانوا داروا كات ماتش كات ماتش دو تري او نيفو اون دي جور ملي غتجيبو هاد الفيزيك ملي غتجيبو هاد لا تاكتيك في اربع ايام دونك هذاك جيتي اونكور ليموجي دابا تطلبوني قالوا لي جي ليكيب راه كاينه ازمه وكاينه ازمه وي جو شي فيني ليكيب الازمه مالغري الازمه وكل شيء لا كاين لاعبين اللي معايا هنا اسمهم مشكورين على التضحيه اللي داروا واللي داروها كلهم لاعبين كلهم وطاقم اللي كان معايا وهما معايا هنا خلينا ان الفريق غادي يرجع دوبوي 2013 غادي يرجع لي كوب افريكان دونك كنا في البوديوم في لا ثروازيام بلاص ما جا فيني صفر الاربيتر لا فان ديال لا 30ام جورني كو دو زور ابري انا غادي عند وليداتي ما شفتهمش اكثر من 3 شهور علاش باسكو جي ان بولو خصني نقوم به مع فرقتي مشيت باقي انا غادي في الطريق تعيط لي واحد صديق كيقول لي فوالا راه في السيت ديال الرجاء لي موجاج الونانيميتي قلت لي هذا هو الخير سكو جي في بور الرجاء احساس داخلي مر ملي كتجي من تيقول لك نصارى ديو غارد موا دو ميز امي mes ennemis je m'en charge ربي حضيني حضيني عام صحابي اما اعدائي كنعرفهم فين ما داروا كندور هذا انت ورايا ما كنعرفكش اش غدير واش غتبوني يرضيني ولا لا بالعربية تيقول لك ظلموا ذوي القربى اشد مضادة ولكن هذا كله ما غاديش يخلي العلاقة ما بين لا لا اكيد لا لا شوف لا اذا كان عندك مشكل مع ماشي مع الرجاء مع بعض المسؤولين اما الرجاء بوحده الرجاء بلاصتها هذه حاجة اخرى بالنسبة لي محمد هذه حقائق تاريخية حتى شي واحد باغي غادي ينكرها ولكني حنا بغينا نستافدوا منك كثير في الامور اللي يستافدوا منها حتى المدربين الناشئين اللي يعرفوا نشاهدوا غير واحد اللقطه ديال مركب محمد الخامس بالحضور الجماهيري واش هاد الحضور الجماهيري عنده شي احساس خاص في النفسيه ديالك والنفسيه ديال اللاعبين واش تهيئهم لان الصور اللي غنشاهدوا الان ديال مركب محمد الخامس ديال واحد المباراه مباراه كره القدم واش اللعابه تتاثروا يعني تتنبههم تقول لهم مثلا يعني مثل هاد المباريات راه الجمهور ما تاثروش به لا كتدخل الجمهور ما تاثرش به مي كيف ما كان الحال تعطيهم لامبورطونس بلا ما تيكزاجيري لامبورطونس دير لونجو لونجو كثير اكثر من لازم هذا الجمهور بهذا الشكل هكايا واش تاثر على اللعابه ولا تاثر فيك ام لا 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 انا بالنسبه ليا ولا انا كنخمم ليه قبل ومولفو دونك كيفاش هي اللعابه كيفاش هي اللعابه استانس معاهم دونك يا اون بريباراسيون سي سبيسيال ولا كثير الدراري اللي كيكونوا يلاه جداد ما لعبش في في الاجواء كتحاول توصل ليه كيفاش الامور وتاخذ جوج ولا ثلاثه د اللعابه اللي كيونكادريو باش يمكن يدخل لازم انا كان واحد تهضر معايا على دار هذه وخص تعرف دائما لي كريتيك ديال هادي ديال هادي بحال هاد لاسيت اللي وريتينا كتسمع لاسيت هادي قلت لي الله يجازيك بخير انا نطلبك طلبه
شتي هذا البوطو اللي هنا بحال اللي بين دابا البوطو هنا وكاين ديربي. انا بغيت تكتب شي عام من البوطو تال البوطو على رجليك ما تضرب لا كره ما طاكلي ما تماركي لنا ديبيت غير بقى غادي هما كيغنيو بقى غادي الا وصلتي تال الساندر قال لي في الساندر نطيح قلت لي ما تماركي ما تاع ايا فوالا اكزاكتومون قلت لي سير من البوطو تال البوطو على رجليك بوحدك اسكو تي بو قال لي ما نقدش قال لي تزيد ما نخرج نقرب الساندر نطيح. غادي نعطيك واحد المثال سي سعيد على هذا الموضوع اللي كتكلم عليه تاثير الجمهور على اللاعب وانا كنجبد هذا الموضوع حنا لاعبين مع الوداد في اكادير في هذه المباراه اللي كنقول لك محمد كيتكلم مع اللعابه في الفيستير قبل ما يدخلوا كاين تاثير الجمهور كاين الجمهور الوداد كاين الجمهور ديال اكادير كاين تاثير بشكل كبير كيقول اللعابه كيقول مع من كيتكلم شي لاعب كيقول لهم ليه زيتي الساك من داركم انت خارج من الدار فين قلتي لامك ولا لباك فين غادي اش قلتي لي فين غادي كيبقى كيقول لي باش يخرج منه باش يخرج منه غادي يمشي للعب غادي يمشي هذيك الكلمه ديال غادي يمشي للعب كيقول له ادخل لعبوا دخلوا لعبوا خلي الجمهور الجمهور كيأدي دوره. وبهذه المناسبه كنقول بلي ان البطوله ديال حسنيه تقادير اللي كنتكلموا عليهم كتساهم فيها اربعه ديال العناصر ساهم فيها مدرب ساهم فيها طاقم تسييري ساهموا فيها لاعبين اللي كانوا في المستوى ماشي مستوى انضباطي وساهم بشكل كبير الجمهور السوسي. انت كمدرب في كرسي الاحتياط غنشاهدوا واحد الصور يعني صور حيت هما كثار هاد الصور ديال في كرسي الاحتياط هانتانتي انت تحس بالانسان بحال ستريس لو ستريس باغي يجلس باغي يجلس قديتي الكاسكيت هضرتي مع اللعابه غوتي واش يعني نقدروا نقولوا بانه بعد بات المدرب ما تبقاش تحكم حتى في في تصرف ديالو كل واحد كيدير نو جو بونس كاين جو سي با انا لا عارف اش كندير وعارف هو الناس ملي كيشوفوا من بعد كيشوفوا تيقول لك انك تتعاتب اللعابه او لا تعتيبه تتغوت عليهم يقول لك تعايروا ولا نو سي بوكو بلوس ديريكتيف دي كوريكسيون سو لو بلون تاكتيك تعرف ان اللاعبين اغلبيه ما كايناش ديك لا فورماسيون تاكتيك اللي كاينه اللي بحال هادو يمكن لك تعلق عليهم دابا يعني انت يعني دابا دابا تتكلم معاهم ماشي غوت هذا ملي كتبدا تهز الكره الفوق بلاتي كتعطي دي كونسين باش الكره ما تمشيش الفوق ابلاتي ملي كيكون عندك حافظي وعندك متولي وعندك دي جوار كلهم تكنيكمون بالوبي سون اكسترورديينير داكوغ عندك هادو امتى يكونوا فور واش تعطيها لهم في رجليهم ولا في راسهم هادو حتى واحد فيهم يضرب راسو دونك سو سون دي بال بيردو جو بريفير بحال اللي قلت لك قبيله انهم ياخذوا الكره في رجليه علاش كتقلق هو على ملي كيكون كيديروا ضد ديال داكشي اللي بغيت يدير وهذه شنو هي؟ احمق هذه فاش دخلها؟ هذه فاش دخلها؟ نعرف لاكسيون شنو هو ولا ايوا باينه غتكون عرض الخطره في جمبره شي حوايج اللي طراو شحال من خصها يوقع حمراء فالبونتو شي اون ولا دو فوا اون فوا مع اون تونك اونترينور اون فوا مع الواك و سحقها في بيرجيكو سحقها جو بونس وي وحده خديتها بلاصتك انت وحده خديتها بلاصتك وتعطلوا فاس 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 مع الباص تجربة ديالك كناخب وطني فين يمكن لك ديرها؟ سيتادير تجربة كناخب وطني واش كانت في ظروف سليمة مقبولة أنه ما تهيأتش فرص أم أنه الظروف دائما أنا كوا في اسمه لي كلوب اللي كنمشي لهم ولا ليكيب ناسيونال كون سافا مال ولا كيكون مشكل للمدرب حياتي كلها انا ملي كنت اونطون كديريكتور تكنيك ديال لا فورماسيون دي جون في الرجاء ولا سمو شاك فوا كاين بروبليم خصني نطلع ليه سمو دونك سيتي توجور ولفت هذاك لو بومبيي ولا سمو العام اللي مشيت لاكادير اكادير العام اللي قبل منه قال العام اللي قبل منه صوفاو بان بوان بس صوفاو العام الاخر داو التيتر دونك كنمشي لي كلوب ليكيب ناسيونال بقات 15 يوم 2006 15 جور ما كنعرف لا لعابه لا حتى حاجه عيطوا لي قال لك تاخذ ليكيب قلت لهم بشرط ان في الكونتر اللي غنديروا وباقا عندي جات تاع الظروف جو نسوي با ريسبونسابل دي ريزولتا قال لك لا ما تنديروهاش كونترا قلت لهم لا نديرها في كونترا جو نسوي با ريسبونسابل دي ريزولتا 15 يوم اش بغيت ندير فيها انا قال لك اوكي نديروها بقات عندي في الكونترا جو سي با وفين طحنا في الجروب ديال بي اورغانيزاتور مصر لا كوت ديفوار ليبيا وهنا لي دوز اللي معنا هما اللي لعبوا لا فينال لا كوت ديفوار اي لا كوت ديفوار دروغبا يا توري اتسيتيرا لي توري اتسيتيرا كلهم هذاك الوقت اسمو
اي اون ا بو خسرنا ديفيسيلمون مع لا كوت ديفوار بينالتي ودرنا 0-0 ديفون 120 ميل سبيكتاتور تما مع مصر مع مصر درنا 0-0 ودرنا انيون مع مع مع, مع ليبيا ديك الساعه تكاليفيو هذوك بقات لا ثروازيام ماتش زي دونك جي بقي من بعد كملت لي زيليميناتوار ديال 2008 اون ايتي لو برومي بي من بعد غانا حيت بي اورغانيزاتور لو برومي بي افريكا اللي تكاليفيا كان معنا المالاوي والزيمبابوي درنا في لي 4 ماتش ربحنا 3 ودرنا انول مع زيمبابوي مي ربحنا لي روتور المالاوي ربحنا دونك اون ايتي لي برومي كاليفي ديك الساعه ليكيب ترونكيلمون اون فينوت ما فعل لي قال عبد الحميد الوقت اللي وجد ليكيب اون ايتي كاليفي بور لا كوب دافريك 2008 واحد النهار تيجي تيقول لك نزل الله يعاون الله يعاون با دو بروبليم مشات ليكيب كاليفي كان واحد الوقت موضه تتكاليفي انت في ليكيب ماروك بحال اللوزاني هو اللي كيكاليفي ليكيب وكيمشي واحد اخر طبعا راه هو نحصروا انجاز ديال اي رياضي تيجي لهذا البرنامج صعيب انك المسار كامل تجمعه في ساعه ولا حتى في ساعتين لانه هذا مسار كل انسان يمكن تحت عليه يوميا على كل حال حنا حاولنا نقدموا يعني رؤوس الاقلام بعض الامور اللي هي والناس راه غيبقى في الدائره ديالهم مجموعه من الاحداث اللي ذكرتيهم بها ولكن غنبغي نرجع قبل ما ندوزو الجزء الثاني واحد اللقطات اللي هما قدام شويه غنشاهدوهم وغادي نلقاو فيهم واحد الجانب اللي تنتمناوه يعني واحد الوقت كانت الفرجه ما مرتبطاش دائما بالنتيجه الفريق واش لعب على البطوله او لاعب على 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 يعني شي مقابله هامه جميع المقابلات كان فيها الحضور الجماهيري كان عادي طبيعي وكانت العمليه ديال انه الفريق ديالي خسر ما نحضروش الاسبوع القادم ما كانش في كانوا ملاعب كلهم عامرين يمكن غنشاهدوا بعض الصور وغتلاحظ بان القاسم المشترك هو انه البطوله الوطنيه دائما حضرها الجمهور واش تقاسمني هذا الراي او لا سي فري كو ولكن لي طون شونج يا اون نوفيل جينيراسيون داكشي اللي كان داك الوقت صا شونجي بالعكس الان انه تولي عنده ثقافه ديال الملعب انت غتلاحظ دابا هذه مباريات عاديه ولكن غتلاحظ بانه القاسم المشترك هو الحضور الجماهيري اي راه كيكون الجمهور دابا البروبليم اللي ولا غريسي دابا غنشوف انا هذه صور ماشي بالقصد ديال ان الفرق تهضر لك غير الجمهور اللي حاضر هاد مباريات عادية ما هي شيء مباريات ديال من أجل الفوز باللقب هاد لي ريزو سوسيو أسي ولاو يشحنوا الجمهور قبل هادو ما كانش عندهم لي ريزو سوسيو قبل ما يوصل عندك التيران جاي مشحون بعد هكا ديجا بدوك لي ريزو سوسيو حنا غنديروا نتوما غديروا حنا غنديروا دابا حنا انتقلنا من مكناس للرباط للدار البيضاء فين هذه فاس هذه ولا قنيطره لا واش وصلتوا للفكره اللي كنت مصليها حنا انتقلنا فين دابا حنا فين في وجده انت وجده شكون الملعب ديال وجده كيداير او جيرو ماري كاين البوبليك اسمو ولكن شتي ليطا دي تيران اللي كانوا شو ليطا دي تيران اللي كانوا كيلعبوا فيهم لا غير سمح لي دابا اولا الملاعب ماشي بالجوده اللي كاينه حاليا ياك والملاعب لا العشب ديالهم بالجوده اللي كاينه حاليا ولا بالفضاء اللي تيمكن له يستقبل الجماهير حنا ملاعب الان حنا على مستوى عالي جدا ولكن برغم ذلك كان حضور الجماهير هذا هو التساؤل ديالي انا حنا خدينا عينه من المباريات يعني ما هيش من اجل الفوز باللقب هذه كل اسبوع كاينه المباريات ما قالوش جدودنا واللي كبر منا من الخيمه خارج مايل ليديوكاسيون كتبدا في الدار كتبدا في الدار ديجا زيادة على هاد لي ريزو سوسيو ولاو كيشحنوا كاين تنظن دابا بانه كاين التلفازة اللي تلعب واحد الدور كبير الناس يجلسوا ديرهم الناس يجلسوا ديرهم تيشوفوا الماتش ديال البارسا تيشوفوا الماتش ديال ريال مدريد حسنوا ما يمشوا للملعب طيب الجزء الاول اللي قدمنا فيه السي محمد باقي غنحتاجوه في الجزء الثاني نشكر السي منعم المقدم على المشاركه ديالك معنا في هاد الحلقه المشاركه ديالك متميزه وغنستقبلوا السي عبد الحق مندوزا اللي هو رئيس الوداديه ديال المدربين المغاربة إذن ننتقل للجزء الثاني من حلقة اليوم المتعلق بالاستفادة اللي خرجنا بها من استضافتنا للسي محمد فخير
وعلاقتها بالواقع الحالي. ولهاد الغايه تنصدفوا السي عبد الحق رزق الله الشهير مندوزا اللي غادي نحاولوا يكون نقاش جماعي حول المدرب. الان عندنا عينه من المدربين اللي ماشي بوحدو، راه كاين مدرب اللي فازوا بالالقاب، انما هو عنده اكبر عدد من الالقاب. على مستوى التدريب واش يمكن نقولوا بانه الان كاين حمايه المدرب؟ لانه سمعنا بعض الكلمات قال بانه في لما تنوجد شي فريق تيقول لي الله يهنيك، تنوجد فريق الله يهنيك. يعني في هذا الباب هذا شو يمكن يكون دار من اجل حمايه المدرب على العلم بانه راهم قادين برسوم؟ شكرا سي سعيد على الاستضافه، وانا فخور جدا اللي عندنا مدربين اكفاء بحال الطراز ديال السي محمد فخير. هذا كيتلج الصدر. وبالمناسبه كنرحب، يعني كاين مدربين هنا شباب اللي جايين كمخضرمين عندهم مستقبل كبير جدا ان شاء الله في هذا الميدان. كنظن بان المدرب حاليا له جميع الحقوق ديالو بالقانون، لان كما لا يخفى عليك كان المدرب راه غير غادي دابا دار ان ستاتيو ديال المدرب اللي تصادق عليه الجامعه ودارت ان شارت ديال المدربين، لان كلها لكل ذي حق حقه. والجامعه درت واحد ان كوميسيون دو ليتيج ديال لجنه ديال النزاعات اللي كتبت جميع القضايا المطروحه عليها ما بين المدرب والمسير. كنظن بما الحقوق القانوني كاين دابا ديال المدرب، كاين المسائل اللي هي غدا به بالاتصالات مع الانديه، وكاين واحد البند كيقول بين ما حتى الترحال ديال المدربين اللي كان عندنا واحد جوج ثلاثه المسير كيستغنى على المدرب او المدرب كيتبان له حاجه اخرى وكيمشي بحالته. هذاك الشيء علاش دار واحد الفصل 19 وتصدقت عليه في الجامعه. المدرب عنده الحق في التدريب لموسم واحد في نفس النادي اللي فيه الى تخلص في المستحقات ديالو كلها واستغناو عليه. خصو يعرف بين ما الى خد المستحقات راه يمكن ليه يدرب في نفس السنه ولكن في الدرجه انفيريور اقل. هذا كيعطي دابا واحد الضمانه للمدرب نسبيا المدرب مع فيزافي ديال لي ديريجون. كنظن بين ما القانون دار كاين واحد الفولي اخر وهو الفولي ديال التكوين ديال المدربين اللي هاد الايامات يعني غاديين في واحد خط تصاعدي. كنظن بان ما وصلنا دابا لي ليسونس وصلنا لواحد 900 ولا 900 ليسونس بي اوتون سي ودي لا سيونس ا، وصلنا لواحد 100 وكاين لو ريسيكلاج وكيجيو حتى الدراري المغاربه اللي هما مدربين في الخليج وما عندهمش الدبلوم ا وكيطلبوا لهم في الفيدراسيون ازياتيك كيجيو لهنا كنديروا لهم برنامج مع الاداره التقنيه وكيديروا اون ميز انيفو وكيديروا ديك الرخصه ديالهم باش يمكن يمشيو باش يكملوا المسار ديالهم خارج الوطن. ودابا كاين واحد الدراري اللي عندهم الا لا ليسونس ا مع محمد والاخوان كثار راه كاينين، غادي تكون دابا ان ستاج بيانتو ديال لا ليسونس ا برو اللي غادي للجامعه اتصلت بلا كاف وداروا اجتماع عليها باش غادي تولي تحل بحال الروب لا كاف ليسونس ا برو. وغادي يكون الدراري اللي عندهم لا ليسونس ا دابا هما اللي غادي ملي يجي الستاج غادي يدوزوه اون ميز ا نيفو باش ياخذوا هذيك لا ليسونس ا باش يمكن ليه يبدا يخدم في لا ليغ بروفيسيونيل. طيب تتناقشوا كثير على مستوى التدريب على انه المدربين كثار، ولكن ما عندنا شيء مدربين متخصصين في الفئات الصغرى. واش هذه من المسائل اللي مطروحه ايضا؟ لانه التدريب ديال الفئات الصغرى يمكن ما تطلب شيء انه اللاعب يكون لاعب كبير في المنتخب الوطني، ولكن يخصو واحد النوع من التعامل مع الاطفال، كيفاش يمكن له يبلغهم؟ واش كاين ما يسمى بالمدرب خاص بالفئات الصغرى اللي بدوره ما تيقلبش على ليسونس ا لانه غادي يتعاقد فيها الملايين، ولكن خاص الفئات الصغرى خاص يكون عندهم حوافز باش يمكن له يمشي يدرب فئات صغرى؟ واش كاين هذا الجانب؟ كاين الانديه فيهم لي كاتيجوري دي جون دابا بحال البريمير ديفيزيون ولا الدوزيام ديفيزيون، عندك جوج مينيمات وجوج كاديات وجوج جينيورات. باش تعرف الاهميه اللي عاطيها الجامعه بلا كولابوراسيون ديال الاميكال، وهو ان لا ليسونس بي كتخول لك تدرب كاتيجوري ديال الاو 15
والاي 19 الا ما عندكش لي شانس ما تقبلهمش. دونك هذا اهتمام كبير جدا للجامعه الفئات الصغرى، لان كوم لا ليسونس بي راه كتخول لك تدرب في الدوزيام ديفيزيون، وفي نفس الوقت الاي 15 والاي 19 خصك لا ليسونس بي، والمينيم عندهم لا ليسونس سي. وهاد الدراري اللي عندهم لا ليسونس سي ولا ليسونس بي راه سي دي فوتبالور دي زونسيان فوتبالور، كلهم فاهمين وكلهم كيمشيو. دابا عده انديه اللي عندهم دي زونترينور اللي عندهم لا ليسونس بي سي مقابلين الكاتيجوري دي جون. دابا غاديين لا فورماسيون وكاينه لا كرياسيون، دابا لا كرياسيون ديال هاد العام، العام راه بدا العام اللي داز بروميير ديفيزيون ديال لي سونتر دو فورماسيون. دابا راه ولات ريكروتمون بار لا فيدراسيون ديال لو ديريكتور دو سونتر ولادجوان ديالو، لو ستاف كله اللي غادي يخدم في السونتر رينيميري بار لا فيدراسيون. لا فيدراسيون غتخلصو كيمشي للكلوب هو كتخلصو. علاش داروا هاد الخطه؟ لان البرنامج ديال الاداره التقنيه الوطني كيمشي للانديه، وهادوك الاطور اللي عزلات لا فيدراسيون كتخلصهم هما اللي غادي يشرفوا على ليكسيكيسيون ديال هذاك البلان، باش ما نبقاش كل واحد كل واحد كيخطط يكون موحد هذا الشيء، يكون موحد موحد وكيكون ان سويفي. كنظن بان ما طريق غادا فير لا فورماسيون اورغانيزي. كاين تحفيز ديال الجامعه دابا اللي لعبتي لعاب ديال مزيود في الاي 19 ولا الاي 20 لعبتيه ماتش جوج ثلاثه ولات انفلوب بيدجيتير اسيدي على حسب لو ريلوفي ديال اللعب. الدري الصغار اللي كتلعب كيخلصوك عليها، كيعطيوك بريم باش كيشجعوك تلعب لي جون. وهذا العام داروا دري ديال 97 اوبليغاتوار جوج خمسه ديال يكونوا في لافي في لافي دو كاليفيكاسيون، وجوج يكونوا في لافي دو ماتش ديال 97 98 99 خذ اللي بغيتي. واش عندنا خصاص؟ كاين اوتور ما عندناش خصاص، هذا اللي كنعرفوا. انا كنقول لك لا ريسورس بي واصلين ل 700 ولا 800 تقول لي فين الخصاص؟ اذا ما عندناش خصاص هذا ولا لي بريباراتور فيزيك كاين اون ليست دابا حاليا ديال 80 واحد كاليفي ديبلومي ومحطوطه في لا فيديراسيون. كاين شوف الا كان غير لا فورماسيون دي كادر ولا لي كادر او ميم، عندنا كاين لي زونترينور، كاين لي زونترينور ادجوان، كاين لي بريباراتور فيزيك اللي خاص شي شويه وشويه ديال المعقول وشويه ديال هذا. لو ديال شنو نقصد معقول؟ انا نقول لك المعقول شنو؟ باسكو انا ديما كنقولها وغنقولها لك دابا. لو بروبليم ديال الفوتبول سي لو ديريجون، سوني ني لونترينور ني لو جوور ني بيرسون. الا كان ان ديريجون عارف هضم المسائل ديالو ديال المكتب ديالو وكيعرف هذوك البوادئ ديال الفوتبول، راه كيكون كيدوي بلغه وحده هو ولونترينور الديريكتور التكنيك ديالو. دابا شافت خصائص الجامعه اش دارت؟ دابا الى ان ديريكتور سبورتيف، دابا لو ديريكتور سبورتيف شنو هي خدمته؟ غتخلصوا الجامعه، شنو هي خدمته؟ وهو غادي هو يكون صله الوصل ما بين لو ستاف تكنيك و لو بريزيدون. هنا كيمكن لونترينور غادي يلقى واحد لانترلوكيتور اللي كيدوي معاه بلغه وحده كيتفاهموا وياه. في ديبي سيزون كيعطي البلان دو ترافاي ديالو ديال لا سيزون يا لي ديريكتور تكنيك. لان ديريكتور تكنيك هنا عطيناهم خصناهم غير بلي كاتيجوري دي جون، عطيناهم قيمه ديريكتور تكنيك عند المينيم والكادي والجونيور، وهذا كيكون كيتجمع مع الستاف تكنيك وداك الشيء. وكاين ديريكتور سبورتيف هو صله الوصل ما بين اي لو ستاف تكنيك اي لادمينستراسيون. سي سعيد واحد المساله باش نحسموا في هذه المساله ديال المسير، انا في رايي الخاص وكنظن حتى رئيس السي حميد، ان اي مسير كيدخل في شغل مدرب خصو يعطي تسعة التسير بعيد على التسير، ماشي هذا ماشي شغله. هذا الراجل راه خدمت معنا سنتين سنتين خليتيه يخدم هذا ها هو يقول لك ما عمرو عيط لك ها هو يعطي شهاده ما عمرو عيط لك لا في لا 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 هذا خليه يجي معاه في التكنيك. شغلتي مع ما عمرو دخلوا لك في العمل ديالك؟ لا ابدا والله ما كاينش واخا يبغي ما يقدرش. لا 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 ما كاينش. هو معايا السي عبد الحميد، معايا السي سعيد النهار اللي جا النهار اللي جا عندنا الحسنات يقدرون هو معنا هنا جا حقا هاد المسنين اللي كاينين هنا ماشي من ذاك النوع. السي عبد الحميد محمد هو النهار اللي جا على قادير كنقول له النهار شي مسير يدخل في شغلك انا من نمشي في حضرتك. المسير اللي كيدخل في شؤون المدرب كنعتقد بانه خصو اعاده النظر في التسيير ديالو. طيب ماشي شغلو. حنا في نهايه هذا اللقاء راه ما حطناش بكل شيء، ولكن عطينا بعض عطانا بعض المؤشرات على انه الحمد لله ما عندنا شيء خصاص. تفضل تفضل. قبل ما تختم نسيت
لان حنا ماذا كنجيو على المدربين ما فيها باس كنقدم التعازيب باسم جميع المدربين وهذا البرنامج الطيب السي مبارك به الله يرحمه لان هذاك السيد كان في لا فورماسيون حياته كلها هو في لا فورماسيون كتيب عام ديال الوداديه وحال الشكل اللي بغيت نذكر لك عليهم اسمع لي كاينين عندنا تبارك الله الله يطول لهم العمر هذا مكان سمعتي لان بحال هذاك السيد عطى بزاف الكره في لا فورماسيون وبقى دائما في لا فورماسيون ومات في لا ديريكسيون تكنيك ديال لا فورماسيون حتى هو عطى بزاف لا فورماسيون وجاب بزاف ديال اللعابه من احسن اللاعبين اللي دازوا فاجا دازوا تحت هذا السيد اختاروا اعتبروا هذه اخر تدخل سي ابو القاسم شكون اللي مال سي محمد فخير شكون نخليو حتى يقول واحد الكلمه اخيره شكون محمد فخير واحد الكلمه ختاميه فخير راجل جدي راجل عملي راجل اللي كيقابل شغله بجديه كبيره بزاف وما تيحملش يدخل الا كانوا اللعابه غايطيروا في التسعود كتلقى محمد فخير هو 48 ديجا موجود في التيران كيقاد شغال وكتقاد كذا وكنتمنوا هذا العمل شكون اللي ما في حق زميلك في المهنه زميلي في المهنه بعد انا فخور جدا بجميع الاطر المغربيه سورتو هاد الشباب اللي كاينين دابا تبارك الله وحدنا وعاطين اما محمد ستانفيو غوتي محمد حتى واحد ما غادي يحيد لي لا كومبيتونس ديالو محمد ما غادي يحيد لي حتى واحد المعقول ديالو محمد ما غادي يحيد لي حتى واحد النتائج ديالو كنظن بين ما المغرب خاصو بزاف ديال محمد صراحه لان لا ريغور الخدمه المسائل ديالو شوف كاين بيرسون شوف حتى واحد ما مكمول المسائل التقنيه المسائل انترانجيجو محمد الله يسهل عليه كيف كنتمنى لهاد الاطور اللي قدامي ورايا تا هما يكون عندهم مستقبل وياخذوا اكزومبل محمد كنظن بين ما الكره بزوان دو فو تنتوما بالمناسبه كنسلم على صديقي وعزيزي بالعيد بويميد اللي تا هو دائما في خدمه الكره الوطنيه وشكرا. طيب سي محمد فخير نخليك كلمه ختاميه ولكن بغيت ندخل فيها واحد القضيه بغيت ندخلها حتى الجزئيه اخيره تيتقال بانه ما تطولش فيها حيت هي شويه طويله ولكن تيتقال بانه محمد فخير هاد الجديه والصرامه ديالو تيبغيها حتى في الملعب حتى ولو تكون على حساب الفرجه لانه صاحب تيحب الانتصار حتى ولو يكون على حساب الفرجه في الملعب. لا حيت كاين فرجه وفرجه الا كنا غنلعبوا الكره اللي كنلعبوا حنا ونمشيو فيغ لافون باش نفرقوا ما بين فيغ لافون ونمشيو لي بوت راه برشلونه كتلعب ولكن فون فيغ لي بوت الا غتبقى سور بلاس تي في دي سور بلاس انا ضد اون في بوكو بلوس دي سور بلاس دائما كتبقى تتمشي لك اسمو ضاع لنا تيتر مع الجيش نهار درنا ربحي مجوز زيرو ونيتي شامبيون 30 دوره وحنا شامبيون موان دي سكوند بقات 10 ثواني تماركا عندنا بيت مع الكوكب مشى التيتر علاش؟ باسكو داو الكره جات للبيبليك وبقاو كي اسمو مع البيبليك نشط واسمو ايفولي سي شامبيون الاولى اللي مشات لينا مشات لينا بهذا الشيء دونك اللي عضوا الحنش من تيخاف من داك الشيء الاخر فوالا بالنسبه للمدربين هضرنا على المدربين انا ما كنبغيش نعطي نصائح ولكن كاين حويجات اللي ما يغلطش فيهم سورتو جوناس اللي جايه تبارك الله متقفين وعندهم لاعبين الكره دي شامبيون دافريك بزاف د الحوايج لو شوا ما يغلطش فيه ديال الكلوب باش يجي ويطلع كيتادير عام خاوي دو لو شوا دو سون ستاف اللي غادي يخدم معاه تخوا يشوازي سي جوور ما يعزلهمش ليه اللي هو اللي غادي يتحاسب على اسمو كاتخ لا بون بريباراسيون بلي ماتش اميكو تراطي وحده في هادي الله يرحمك دونك هادو نصيحه ماشي نصيحه بار اكسبيريونس انا قلتها بريف سا سي دان فولي المدرب كيدير جميع الوسائل باش يهيئ لاعبين في احسن الظروف وباش يديروا دي ريزولتا شكون اللي كيهيئو هو السبت والحد ما مكاينش مع ولادك ولا مع زوجتك كتبيع صحتك بريوريتير صحتك و لا في فاميليال لو فويي التربيه ديال ولادك ها واحد راه هنا منصف هاكو هادو اوروزمون الا كنتي محظوظ كتكون عندك زوجه في المستوى الكبير اللي كتخليك انت تمشي لهاد الشهره وتمشي لهاد العمل وتمشي بهاني لان السبت والحد ما عمرك مع ولادك
ملي كتسالي لا سيزون خصك تبريباري لا سيزون اخرى وتقلب على اللعابه ودير رابور ديال فان سيزون وتبدا لا سمو تيقول لك يلا نمشيو نسافروا بابا سالات الكره دابا يلا ما عندكش الوقت تقول لهم لا عطيهم الفلوس وتمشيهم اينون با ما بغاوش باغيين هادشي دونك سي تري ديفيسيل دونك انا من هذا المنبر ما تفوتنيش الفرصه باش نشكر الزوجه ديالي لان ضحات ضحات معايا كثير وراه كيعرفوني انا ديجا كيدير ما كتعرفش ملي كتمشي لواحد المقابله كيفاش غترجع ليها مع الجوج ثلاثه الصباح واش الطريق واش غتجي ناشط واش جاي معصب واش جاي خاسر دونك هما اللي كيهزوا داك الحمل وهذوك جنود الخفاء حتى واحد ما كيهضر عليهم. شكرا لك سي محمد فخير. صحيح انه تنتعرفوا هذه سنين طويله ولكني تعرفت على شي حاجه كثيره من خلال هذه الجلسه هذه لانه بزاف ديال الامور ما تتقالش هي في اللقاءات الرياضيه اللي تكون عندها طابع رياضي. الان تعرفنا على محمد فخير جزء كبير من حياته الخاصه والعلاقات ديالو مع المسيرين مع الجمهور. نتمنى انه الجمهور الرياضي خد عليك ايضا فكره تعرفك كلاعب وكمدرب وايضا حتى نظن حتى المدربين خصوصا الشباب خداو فكره على شكون محمد فخير وعندهم كل واحد عنده اسلوب ديالو. طبعا المدربين كل واحد عنده اسلوب ديالو ولكن غيشوفوا الامور اللي هي ايجابيه بالنسبه لهم فيك غادي ياخذوها باش يعطيونا نفس المسار اللي خديت نتايا. ما تفوتنيش فرصه باش نشكر الناس اللي حضروا معنا لي زانفيتي ديالك ولا الناس اللي جاوا من بعيد اللي جاوا حضروا معايا وشرفوني كسي الحاجة عبرون اللي دوز معه وقتها جميله في تطوان ولا سي العزيزي اللي كيمثل الجيش الملكي ولا سي الحاج قرا ولا بالعيد بويميد ولا سي الحبيب سيدي نو وسي يعني كاين كثار كاين لاعبين هنا اللي كانوا معايا مشكورين على الحضور ديالهم. ما نقدرش ندوزهم كلهم نشكرهم ولكن كنشكر بارك الله فيك تشكروا كل اللي شرفنا لانه في الحضور ديالك الوازين هذه شهاده على قيمتك كرياضي مغربي وكاطار وطني. فمره اخرى شكرا لكل الجمهور الحاضر للجمهور كما قلنا بانه جمهور يعني من خيره الاطور الوطنيه حاليا ومستقبلا. يعني غادي نربيكم موعد ان شاء الله في حلقه قادمه مع نجم جديد من نجوم الرياضه الوطنيه ولكن قبل ذلك سنختم بهذا التذكار اللي غنسلموه السي محمد فخير تذكار ديال البرنامج كوفاء كتقدير لك على المسار ديالك تذكار رمزي. تفضل السي شكرا لك. شكرا.